وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي سامر خلاوي. سيد سامر، تعزيزات عسكرية تركية إلى الحدود مع سوريا، وروسيا تقول أن تركيا مسؤولة عن حفظ الأمن في الشمال السوري. ما هي قراءتك للمشهد في المنطقة؟ هل يتجه نحو التصعيد؟ نعم، بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة يعني أن تقوم روسيا بتحميل مسؤولية تركيا للأمن في هذه المنطقة فهذا ليس بالأمر السهل. أنا أعتقد أن حتى روسيا بالاتفاق مع النظام ومع إيران تريد أن تفشل هذا الاتفاق، حتى تقول أن روسيا لم تقول أن تركيا لم تستطع أن تفي بالتزامها بخفض التصعيد في هذه المنطقة، مما يوجب تدخل روسيا وقوات أخرى إلى هذه المنطقة، بالرغم من أن هناك اتفاق سمي بشرق سكة الحديد وغرب سكة الحديد تتواجد به قوات من قبل النظام وإيران وروسيا قريبة من هذه المنطقة. وأنا أعتقد أكثر أن حتى النظام لا يريد له أن ينجح، وخاصة ادعاءاته الآن الكاذبة بأن تركيا محتلة وأنها غازية وعليها الخروج. أنا أعتقد أن هذه التصريحات جاءت بعد فشل ما كان متوقع من قبل النظام وإيران وحتى روسيا ضمنا من قتال ما بين هيئة تحرير الشام والجيش التركي، وعندما فشل هذا التوقع أو هذا الشيء الذي كان ممكن أن يجري، الآن تعالت الأصوات ضد تركيا لأنه كان مخطط لها شيء آخر. من هنا أنا أعتقد أن المهمة ليست بسهلة، وأن روسيا حتى وإن قالت هذا الكلام فهي يعني أنت ترى أن هي عبارة عن فخ تجر له تركيا. طيب، بعد تصريحات أردوغان أمس حول عفرين، ما إمكانية إطلاق تركيا عملية عسكرية ضد قسد في عفرين برأيك؟ نعم، أيضا هذا سؤال هام آخر. أنا أعتقد أن تركيا لا تستطيع أن تقدم على أي عملية دون التنسيق مع روسيا. كان ممكن لو كانت الولايات المتحدة هناك ومتواجدة أيضا كان يكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ولكن طالما أن روسيا الآن هي الآمر الناهي فلا أعتقد أن تركيا تستطيع أن تقوم بأي عملية منفردة دون التنسيق مع روسيا. أنا أعتقد حتى أن الوصول إلى عفرين هذه يعني سابقة لأوانها، لأنه الشيء المقرر حاليا هو تواجد قوات لتركيا بمقابل عفرين. ولا ننسى أيضا التصريحات التي ظهرت منذ عدة أيام على لسان ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، والتي أعلنوا أنهم سوف يذهبون إلى إدلب ويحتلون إدلب ويطردون القوات من هناك. فعودة إلى تواجد عفرين أنا أعتقد أنه سابق لأوانه، وإن تم سيكون بالاتفاق مع روسيا. نعم، من لندن المحلل السياسي سامر خلاوي، شكرا جزيلا لك.